مين يعني؟ بس ممكن اقول مثلا يعني احمد ابو عميره من الشباب، سامي عبد الهادي، عندك مثلا ايهاب فهمي، عندك مثلا، لا مش هقول كفايه كده عشان ما حدش يزعل بقى، برضه مش هقول بقى، خليها كده. لا لا مش قادره اقول لك. انا انتخبت، بصي، الشخص اللي فعلا يقدر يدير النقابه بشكل جيد جدا، وشام سليم طبعا مش عايزه انساه عشان ده حبيبي. بصي يعني انا انتخبت فعلا كل اللي هو ممكن يقدر يعني يفيد النقابه، وممكن يكون وجهه مشرفه بالنسبه لنا، لان انت عارفه ان الفنان سفير بلده، واحنا كفنانين النقابه دي يعتبر، عارفه، القوه الناعمه، ده شيء مهم جدا وشيء اساسي، خصوصا كمان في المرحله القادمه. فربنا يقدرهم يا رب كلهم يا رب، وربنا يولي من يصلح زي ما بيقولوا. وشوشه، الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد العوالي. www.washwasha.org